كشفت عملية جرف للتربة خلال الأسابيع الماضية في منطقة بئر عمر التابعة لمديرية تبن بمحافظة لحج كميات كبيرة من السموم والمبيدات دفنت بطريقة بدائية، ما تسبب بحالة هلع وخوف لدى المواطنين القاطنين في المنطقة. سوى عملية دفن المبيدات الحشرية هذه أضرار بارقة كبيرة جدا على البيئة وعلى صحة الإنسان والحيوان، حتى أن هذه المبيدات تعتبر بعض هذه المبيدات تعتبر مركبات، تحتوي على مركبات ومواد سامة جدا مسرطنة، وبالتالي عند اختلاطها بالتربة تنتقل مباشرة إلى المياه الجوفية وإلى الفواكه والخضروات المنتجة في هذه المنطقة كما تعرف هي منطقة زراعية، وبالتالي تنتقل إلى الإنسان بشكل مباشر وتسبب له أضرار كبيرة جدا. أبناء المنطقة يقولون أن هذه المبيدات تعود لمركز مكافحة الجراد، تم جلبها وبكميات كبيرة من الخارج، وحين الانتهاء من مكافحة الجراد في العام 1982 دفن ما تبقى منها في هذه المنطقة. هذا الموقع كان عبارة عن مخزن لكميات السم، ما يسمونه مخزن مكافحة الجراد، تم دفن كميات كبيرة، تأكيد شهود الخبرة الذي كانوا على أن تخلصوا منها بالدفن، هي عبارة عن براميل وأكياس بودرة. دفنت هذه المبيدات في عام 82 أيام علي عبد ربه كان مدير مزرعة الجراد تسمع يقول، لأن كانت المزرعة كانت هي تبع الجراد، مكافحة الجراد. بعدين هي جابوا براميل كثيرة من روسيا على شرط أن إيش مش ما يطرحوها في عدن، طرحوها في هذه المزرعة تبع المزرعة منها اندفنت من كثرة البراميل اللي كانت باخرة محملة من روسيا، اندفنت منها نصها والنص واللي قبل اندفنت في السبعينات. فريق الهيئة العامة لحماية البيئة وعدد من المختصين قاموا بزيارة الموقع وأخذ عينات من بقايا المبيدات المدفونة لغرض فحصها في إطار جهود حماية البيئة ورفع الأضرار عن المواطنين. تم نزولنا اليوم إلى منطقة بئر عمر إلى موقع دفن المبيدات الحشرية بناء على شكاوي الأهالي في هذه المنطقة وعلى تقرير أولي مرفوع من فرع الهيئة العامة لحماية البيئة في محافظة لحج للنزول والتأكد من وحصر المنطقة الموقع التي تم فيه دفن المبيدات الحشرية والتأكد من أن هذه المبيدات لم تتسرب أو يحصل تلوث للتربة في هذه المنطقة ومدى هذا التلوث أو التأثير البيئي على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام. الفريق طالب السلطات المختصة بالإسراع في عملية إيقاف التوسع العمراني في الموقع حتى تتم المعالجات، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن الموقع لما تشكله هذه المبيدات المدفونة من كارثة بيئية خطيرة على صحة الإنسان والحيوان. هذه الكارثة الموجودة من المبيدات الخطيرة جدا والتي لازلنا الآن نجهل نوعيتها، ولكن هناك تصاريح موجودة من قبل بعض الأشخاص الذين ساهموا في عملية الدفن، وهي نوعيات المبيدات التي كانت تستخدم في مكافحة الجراد. لهذا نطلب من الجهات المعنية بالإسراع في عملية إيقاف هذا التوسع العمراني إلى هذا الموقع حتى نوجد له معالجة من قبل سواء مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة أو الجهات المعنية مثل بالفاو والجهات المشتركة. كما نقول للمواطنين عليه الابتعاد عن هذا الموقع والاحتراس، ونحن سوف نرفع تقرير إلى هذه الجهات مثلا بالسلطة المحلية وأيضا الهيئة العامة لحماية البيئة وكافة الجهات المعنية، سنوصل أيضا أن هذه كارثة بيئية تحيط بهذه المنطقة. الأهالي هنا يناشدون الجهات المختصة بوضع حلول جذرية لهذه المشكلة وإنهاء معاناتهم مع الروائح الكريهة التي تشير التقارير الأولية إلى أنها مسبب رئيسي لمرض السرطان.